خالد يرضيك يرضيك حصة كذي تقول عني ان انا نجري والله طيب مو ناجرني ام خالد والله مناجرني والله طيب انا ناجر حصة من باب ناجرني ربع يعني والله حصة يما طلبتك امريني حياتي عندي مناسبة سعيدة وغالية وبغيت هدية من فيصل فارس بغلات بغلات الوالدة عواطف يخليها لك يا جماعة تعرف اسم امك هذا؟ ايه اوف يا جماعة لا زين لحظة 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 ابو ابو حمد انا اقول لكم انا اقول لكم خل تقول المثل انا اقول عشان ما نظلم احد يلا اذا قلتي المثل راح اعطيك وغير هذا الشيء اذا ما اعطاك هو انا فايزة بساعتين والله العظيم انك كريطة لا لا هذه حلوة خلي محمد كملي انا فايزة بساعتين اذا هو ما عطى اذا مهما ما عطاك ايه؟ من عيوني انا راح اعطيك بس وصلت يعني ما جاوبتي على المثل مال اليوم حصل الغنم تاخذ ساعتها من فيصل فارس لا يمه اذا طاح الجمل ترسك عشان برافو فايز 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 مبروك فايز 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 بالعافية يا زعل زور فايز 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 مبروك فايز شوفيها مخالف شوفيها شوفيها ساعة على قولة محمد عز ساعة الماز يعني عليك بالعافية الله يبشركم يما مشكورين يلا جاهز